إنه إسرائيل بعد الربيع العربي دخلت في زنقة، هذه حقيقة. وفي المثل التاجر ينعدم يفتش دفاتره القديم، فهم يبحثون عن أملاك غريزة والنظير وخيبر وتيماء، تلك التي كانت منذ 14 قرنا، ويطلبون إتاوات عن اليهود الذين جاءونا في أحيانا يطلعوا أخبار إنه في مربي كان في عوائل يهودية، ماذا كانوا يعملون؟ كانوا يقدمون الخمور، شهدنا ذلك ونحن طلاب صغار، هم الذين كانوا يقدمون الخمور للناس. ما حدث في الإجلاء كان عمليات عسكرية، لأن يهود قينقاع هم الذين حرضوا أهل مكة حتى يسأروا لقتلاهم في بدر. أما يهود بني غريزة كما في السيرة فهم الذين ظاهروا الأحزاب في غزوة الخندق، وكانوا هم عدو من الخلف بالنسبة للنبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. أما الإجلاء الوحيد الذي حدث هو ما حدث في زمن سيدنا عمر، فإنه لما استبرأ الحديث أنه لا يجتمع الدينان في جزيرة العرب أجل اليهود من خيبر. كيف أجلاهم؟ هذه مرافعة أولى ضد هذه المطالبة اليهودية، أجلاهم بأن اشترى منهم أملاكهم. إذن بعد المطلوب الريكورد التي بها كان هذا الشراء، اشترى منهم أملاكهم ثم وطنهم في أماكن أخرى من العالم الإسلامي. هذا هو الجلاء الذي حدث، الوحيد الذي حدث في زمن سيدنا عمر. أما غير ذلك فهي عبارة عن عمليات عسكرية، ولو جاء العالم ليطالب بما حدث له عسكريا لأصبح كل الناس مدين. إني قلت هل اليهود سيطالبون القردة بأنهم انتموا إليهم زمنا؟ في وثائقنا في كتابنا أن اليهود في فترة أصبحوا قردة في مدينة اسمها إيلات، والآن هم يحتلونها، أصبحوا قردة، هل سيطالبون بتعويض أنهم كانوا قردة زمن ثم رجعوا أصبحوا بشرا؟ هو تداعى إلى دولته 48 يحاكم العالم العربي، مصر وموريتانيا والسودان. أنا ما أظن عندهم عندنا إلا هذه المقابر التي تعرقل السير هنا في شمال الخرطوم، إذا أرادوا أن يأخذوا هذه أن يأتوا فيأخذوها فيغبروها حيث شاءوا، أما غير ذلك فليس لهم في عالم الإسلام شيء.